السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان انتهى على خير، وإن شاء الله بكرة أول أيام العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وربنا يجعلنا من المعتقين في هذا الشهر الكريم. سريعا بس كده، من كام يوم طلعت اسم غريب كده اسمه نرمين عادل. ده طلع على السوشيال ميديا، بقى ترند يوتيوب بقى وفيسبوك والدنيا كلها بتتكلم عنها. طلعت بفيديوهات فيديوهات مصيبة. ايه حكاية بقى نرمين عادل دي؟ نرمين عادل دي كانت طبعا وفقا لروايتها هي كانت متجوزة حد في جهة سيادية، تحديدا في المخابرات. الحد ده طبعا يعني هي مراته، ودلوقتي بقت طليقته، يعني اتطلقوا من فترة، وخد منها العيال ومارس معها كل اساليب القهر والضغط علشان خاطر ياخد الولاد وهي ويحرمها من ولادها، وبالفعل واخدهم منها غصما واقتدارا. وطبعا هي سافرت في كندا، قاعده بقالها كتير هناك. هي طبعا اصلا معاها الجنسيه الكنديه، وبالتالي كان عندها بلاوي، جزء قريب جدا من صناع القرار ومن الاجهزه السياديه الحساسه في البلد. وطبعا هي مراته، يعني لازم تكون عارفه تفاصيل كتير. هي تعتبر صندوق اسود، وفتحت الكلام ده وبدات تقول اسرار. هي غريبه وشاذه، وعلى روايتها على عهدتها هي اللي بتقول، يعني في النهايه احنا ما بنتبناش ده وما بننكروش. احنا في النهايه بتقول، بتطرح الطرح دوت، والناس التانيه بقى اللي ترد. يعني هم عملوا عملوا مسلسل الاختيار عشان يردوا فيه على كل الكوميكسات وكل الكلام اللي كان بيتقال على السيسي علشان يردوا عليه. محتاجين بقى نشوف اختيار تاني لمحمود، يبقى اختيار صغير كده عشان خاطر حوده وممارساته. وفضحت العيله المالكه في مصر اللي هي عيلة السيسي او اسرة السيسي، وهي فعلا العيلة المالكة يعني. وده طبعا بيبان، يعني كلامها بشكل كبير يخليك تصدقه بسرعة من غير ما تفكر، بس انت لازم تفكر برضو، بس هتصدقه بسرعة. ليه؟ لان هي الكلام اللي هي بتقوله، بتقولك كمية البذخ والطرف، الجزء اللي هو الخاص بفكرة البذخ والمستوى المعيشي وفكرة الصرف والمعيشة. احنا ده بنشوفه في فيليبس السيسي، و في ملابسه وفي خروجاته وفي ظهور زوجته انتصار. طبعا احنا ما بنشوفش ولاده يعني، بس هو هي في النهايه كلامها بنشوف انتصار. احيانا لما بتظهر بتبقى لابسه ايه، واللبس الناس عارفه، الناس كلها فاهمه في البراندات وفاهمه في الماركات العالميه الغاليه جدا اللي بيلبسوها. فكلامها متطابق جدا مع اللي بيتقال ومع اللي احنا بنشوفه. فهو كميه فساد كتيره ظهرت. دي حد بقى زي محمد علي كده، يعني محمد علي طلع ظهر فساد لانه هو كان موجود وسطهم، طلع فساد الجيش وفساد السيسي تحديدا من خلال استغلاله للهيئة الهندسية في الجيش، ومن خلال استغلاله لنفوذ الجيش في البلد وان الجيش هو صاحب البلد، وفضح الدنيا كلها لانه كان من جوه المنظومة دي. دي طبعا من جوه تعتبر خارجة من جوه منظومة سيادية. هي طبعا قالت ان هي بتتكلم علشان خاطر بعد ما الظلم طال هالة فهمي وصفاء الكوربيكي، فهي خلاص بدأت تطلع عشان تتكلم وتقول. فالناس تتابعها تشوفها هي بتقول ايه، وفكروا في الكلام اللي هي بتقوله، هل ده صح ولا لأ، وهل في حد وراها ولا لأ. هي بتقول لأ، بس اسمعوا الكلام وفكروا، ممكن يكون هي صادقة وممكن يكون في تفاصيل. وليه هي ظهرت دلوقتي وليه هي بدأت تتكلم دلوقتي؟ خلينا نشوف الايام اللي جايه الدنيا راحت فين. سلام.